السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الطريقه ديال سلو. كيف كتشوفوا البنات، سلو مغربي على حقه وطريقه. كيف ما العاده البنات، قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك ديالكم، والناس اللي مازال ما شاركوش في القناه مرحبا بكم والف الف مرحبا. خليوا لي لايك وكومونتير، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دوزوا البنات المقادير وكذلك طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي اللوز. عندي هنايا كيلو ونص ديال اللوز، وعندي كيلو ديال الكاوكاو اللي سبق لي حمرتهم. هنا حمرتهم غير في الفران، يعني ما درتش ما قليتهمش في الزيت، وطحناهم على هذا الشكل. هذا هنا البنات عندي نص كيلو ديال الايلان اللي تا هو حمرناه وطحناه وغربلناه. لا البنات، هذا ماشي ايلان، هذا زريعه الكتان. هذه زريعه الكتان، حمرناها شويه وطحناها وغربلناها من ذوك القشور ديالها. هذا هو ايلان. ايلان هنايا عندي نص كيلو حتى هو. هنا راه مخلط فيه النافع ومخلط فيه حتى حبه حلاوه. عندنا تقريبا قلت لكم زلافه صغيره ديال النافع وزلافه صغيره ديال حبه حلاوه. هنا عندي نص كيلو ديال السكر كلاصي او السكر الثقيل، وهنا عندي، وهذا البنات هو هذاك الدقيق ديال القمح اللي كنت هضرت لكم عليه في الفيديو اللي فات. هنايا راه فيه دقيق ديال القمح، وفيه دقيق ديال الذره، وفيه بزاف ديال الحوايج. حتى هو فيه الشعير، فيه بزاف ديال الحوايج. فهو البنات مكتوب عليه سلو، راه هو المكونات ديالو فيه بزاف. كيلو كيتباع بسبعين درهم. مهم هذا البنات هو اللي كنت قلت لكم راه كناخذو من داك السوق التضامني، كاين هنايا في الوازيس، يعني بلاصه اخرى ما عرفتش فين كاين. هنا البنات عندي زنجلان، حتى هو سبق ليا حمرته وطحنته. هنا زوج كيلو ديال الزنجلان. عندي كذلك زنجلان هنايا خليته صاين، غير محمر هكايا وصاين زلافه. عندي اللوز حتى هو هنايا نص كيلو، حمرته حتى هو في الفران باش غادي نخليه هنايا صاين وغادي نزوق به. وكذلك عندي هنايا الدقيق الابيض حتى هو حمرته، وحمرته هذا في الكوكوت، يعني كتجي الطريقه سهله وما كيتحرقش. وكاين اللي كيبغي يديرو في المقله، ما كنصحكمش انكم تحمروه في المقله الثقيله، كيبقى يطيح من جناب، وداكشي من الاحسن حمروه في الكوكوط، كيطلع زوين وما كيطيحش من جنابو وتولي لنا الروينه في الدار. مهم عندي هنايا معلقه كبيره ديال القرفه، عندي هنا مسكه الحره مدقوقه مع السكر الثقيل، عندي شويه الملحه وشويه الكوزه. وهنا البنات عندي الزبده، عندي 500 غرام ديال الزبده. هنا البنات انا غادي نخلطو بهذا العسل، عسل ديال الليمون. صراحه هذا زوين، مناحل السوس زوين. غادي نشوف شحال غادي ندير تقريبا. المهم منين غادي نبدا نخلط غادي نعرف شحال غادي ندير. وهنا البنات عندي زيت الزيتون البكر، حتى هي غادي نخلط بها ان شاء الله. مهم ندوزو دابا نخلطو هاد المكونات اللي عندنا. نبداو البنات على بركه الله. غادي ناخذ اللوز والكاوكاو ديالنا، غادي نحلوه مزيان باش ما يبقاوش لنا دوك التكتلات ولا. مهم راكم عارفين. دابا غادي نزيدو الدقيق الابيض، يعني البنات عندنا كيلو ديال الدقيق. هنا عندي إيلان، وعندي نفع وحبة حلاوة. حتى بغيت تما
غادي نزيد معاهم الزنجلان الزنجلان البنات طحنتو عند العطار كيف كتشوفوا راه تعلق مزيان. غادي نزيد زرعة الكتان غادي نزيد الدقيق ديال القمح والشعير غادي نحرك هاد المقادير كاملين مع بعضياتهم تبقى لينا حتى شي حاجه مكوره غادي نديرو البنات معلقه ديال القرفه ملعقة كبيرة نديرو شوية ديال الملحة عندنا مسكة حرة وعندي هنايا جوزة غادي نحط غير واحد شوية وعندي هنايا كيف قلت لكم عندي نص كيلو ديال السكر كلاصي المهم انا غادي ندير غير نص منه غادي نخلي شويه حتى نشوف الحلاوه كي غادي تجيني عاد نزيد الا كانت الحلاوه بركه ما غاديش ندير نص كيلو كامل دابا البنات غادي ندوزو للتخليطه ولا الخليط ديالنا السوائل غادي ندير واحد الحفيره الوسط بعد غادي نديرو زيت العود انا غادي نعبر هنايا بكاس كاين البنات اللي كيقلي اللوز وكيدير داك الزيت اللي يقلى بها اللوز انا درت كاس كبير ديال زيت العود الا ما كفانيش غادي نزيد المهم انا والحساب عندي هنا نص كيلو ديال الزبده حبيت ديال العسل صافي غادي نبدا نخلط على هذا الشكل هذا ماشي مشكل هنا البنات نسيت ما ذكرتش معكم عندي الماء الزهر حتى هو غادي ندير واحد شويه نحلي معاك القران غادي ندير شويه ديال الماء الزهر صافي غادي نبدا نخلط على هذا الشكل هذا ندير حتى الزنجلان صافي غادي نخدم بيديا بجوج و
وغنبقى بحال غادي نعجن هاد المكونات. من بعد ما جمعناها البنات كيف كتشوفوا هو ولا كيتعلق على هذا الشكل هذا. انا راه البانيو الاخر ما كفانيش وانا ندير هذا حتى هو راه نقي ما كنصبنو فيه ما والو. دابا غادي نزيدو اللوز يعني هنايا نص كيلو ديال اللوز. غادي نخلي غير واحد شويه باش غادي نزوق الطبيصيل وهذه هي اخر مرحله في السلو ديالنا. مهم البنات انا راه درت كيلو ديال العسل كيف كتشوفوا. انا نوريكم القرعه هي كيلو ديال العسل اللي درنا و اترو ديال الزيت بقى فيه غير واحد شويه. مهم نقلب القرعه باش يبان لكم هو بقى فيه غير واحد شويه صافي. وخلاص ما زدتش سكر كلاصي حيت صافي فيه العسل حلو ودرت نص كيلو ديال الزبده. مهم من هنا الغدا ان شاء الله الا نشف ليا راه غادي نزيد فيه واحد ربعه ديال الزبده. ولكن كيبان ليا راه دابا مزيان الا صبح ناشف واحد شويه لا غنزيد فيه الزبده. البنات هذا هو السلو كيف كتشوفوا داك العبار اللي وريتكم عمر ليا هذا الطل. هذا راه تقريبا ما فيهش ديك التيكي ديال ما عرفتش شحال فيه من كيلو شحال يكون فيه هذا من كيلو. المهم هذا راه المهم كيبان في هذا صغير ولكن راه كبير الصراحه. مهم البنات سلو باش كنعرفوه راه ناجح وشارب داك الدهين اللي كندهنوا به يعني العسل والزبده وزيت العود. كيف كتشوفوا ملي يعني كنحطوه في السطل وكنبسطوه بيدينا كيطلع شويه من داك الزيت وداك الشيء يعني باش غادي نعرفوه باللي راه معلك. خرج لي هاد البواطه هادي ونص واحد البواطه اخرى صغيره حتى هي. مهم البنات انا غادي نقادو دابا في واحد الطبيصيل وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا. صراحه جا بنين ومعلك. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم زوينين ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.